كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي، رفعوا فيها أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة المباركة، ضارعين إلى الباري جلت قدرته أن يعيدها على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير والبركات. هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة، عرب جلالته فيها أيده الله عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات. كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي، أعربوا فيها عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة العطرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز وشعب البحرين الوفي بمزيد من الازدهار والتقدم. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي، أعربوا فيها عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذه المناسبة السعيدة، مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه بوافر الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز وشعب البحرين الوفي بالتقدم والرفعة والرقي.